الدرس، الثاني التكيف. نشاط واحد بعنوان الفقمة. هيا أحبائي الطلبة، تأملوا الصورة التي أمامنا. ما اسم هذا الحيوان؟ ما اسمه؟ أحسنتم، إنه الفقمة. رائعون. والآن دعونا نقرأ السؤال الآتي: ما البيئة التي تعيش فيها؟ ما البيئة التي تعيش فيها الفقمة؟ هيا. أحسنتم، تعيش في المنطقة القطبية، في المناطق الباردة شديدة البرودة. والآن هيا نتعرف على الفقمة من خلال هذا الفيديو. تخرج فقمة الجليد أجسامها من الماء لتلد على الجليد. تعيش مليون فقمة جليد في القطب الشمالي. تحت الثلوج تشق الماء بسرعة هائلة وبرشاقة وسهولة، لكن خارج الماء تبدو بطيئة وثقيلة. تشكل الدهون والجلد حوالي 60% من وزن الفقمة الصغيرة. عندما تغوص الفقمة يدفع ضغط الماء الهواء العازل المحبوس للخارج، لكن الدهن لا يضغط، وهذا يبقي الفقمة دافئة على اليابسة وفي الماء. تأكل إناث فقمة الجليد القليلة في 12 يوما التي ترضع فيها، وقد تفقد حوالي ثلث من دهون جسمها. نظرا لأن متطلبات الوليد الغذائية تجهد جسدها، تضع الأنثى عادة صغيرا واحدا، فهي لا تستطيع تحمل المزيد. وكلما أسرع الجرو في تكوين طبقاته الدهنية الحرارية الخاصة كان أفضل. وليسمن بسرعة، فإن حليب الأم له قوام سميك كالمايونيز، ويحتوي على دهون عالية جدا تصل نسبتها 69%. ينتفخ الصغير ويزداد وزنه حوالي كيلوغرامين يوميا، وخلال أسبوعين يتضاعف وزنه 4 مرات. في نهاية مارس تهاجر فقمات الجليد جنوبا للتزاوج ولطرح شعرها، تتجمع بعشرات الآلاف. يزن الصغير الآن أكثر من 30 كيلوغراما، وقريبا سيطرح فراءه الأبيض الزغب وتنمو له طبقة مقاومة للماء. تحدث فقمات الجليد فتحات في الثلج يصل قطرها 90 سنتيمترا، وتستخدمها للدخول إلى البحر وأيضا للتنفس أثناء رحلات الصيد تحت الماء. في موسم التكاثر قد يتشارك حوالي 40 فقمة بوابة الثلج نفسها. والآن أحبائي الطلبة، بعدما شاهدنا الفيديو سوف نقوم بالإجابة على أسئلة النشاط الأول، حيث يقول السؤال الأول: أين يعيش حيوان الفقمة؟ أين يعيش؟ أحسنتم، يعيش في المنطقة القطبية. السؤال الثاني يقول: كيف يحافظ هذا الحيوان على درجة حرارة جسمه؟ كيف يحافظ؟ نعم، أحسنتم، يوجد تحت جلده طبقة سميكة من الدهون تحافظ على درجة حرارة جسمه. أحسنتم. إذن أحبائي الطلبة،
علل ما يلي: فسر ووضح لي. توجد تحت جلد الحيوانات القطبية مثل الفقمة طبقة دهنية. لماذا؟ ماذا تساعد هذه الطبقة الدهنية الحيوانات القطبية التي تعيش في المناطق الباردة جداً؟ أحسنتم، تحافظ على درجة حرارتها وتساعدها على العيش في المناطق الباردة، حيث تقوم بالمحافظة على درجة الحرارة وتساعدها على العيش في المناطق الباردة. والآن أحبائي الطلبة، دعونا ننتقل إلى النشاط التالي بعنوان عرق يتصبب. دعونا نتأمل الصورة التي ظهرت أمامنا. يا ترى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ماذا يفعل هذا الرجل يا ترى؟ هيا. أحسنتم، إنه الخباز يخبز الخبز. رائعون. حسناً، ماذا يوجد على وجه الخباز؟ تأملوه جيداً. نعم، يوجد عليه ماء، وهذا يسمى العرق. إنه يوجد على وجهه العرق. برأيكم، متى يتصبب العرق؟ متى يتصبب العرق من الإنسان؟ أحسنتم، عندما يكون المكان حاراً. انظروا إلى الخباز، إنه يعمل بجانب الفرن المشتعل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حرارة درجة حرارة المكان، ولهذا السبب يتصبب العرق من الخباز. هيا بنا نقوم بالإجابة عن الأسئلة التي ظهرت أمامنا. أولاً، ماذا نطلق على القطرات الموجودة على وجه الخباز؟ أحسنتم، العرق. ثانياً، ما مصدر هذه القطرات يا ترى؟ ما مصدرها؟ أحسنتم، الماء. مصدر هذه القطرات الماء. أحسنتم، ما فائدة هذه القطرات لجسم الإنسان؟ ما فائدتها؟ ما أهميتها؟ تحافظ على درجة حرارة الجسم ثابتة في الظروف المختلفة. أحسنتم. رابعاً، هل لاحظت وجود مثل هذه القطرات على وجهك يوماً ما؟ هل لاحظت عزيزي الطالب؟ متى لاحظت؟ أحسنت، لقد لاحظت. متى لاحظت؟ عند ممارسة الرياضة. أحسنتم، عندما نقوم بممارسة الرياضة يتصبب منا العرق بسبب ارتفاع درجة حرارة جسمنا. والآن أحبائي الطلبة، دعونا نتعرف على مفهوم التعرق، حيث أن التعرق هو التخلص من بعض سوائل الجسم عن طريق الجلد. لماذا؟ للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة. أحسنتم، إذن التعرق هو التخلص من بعض سوائل الجسم عن طريق الجلد للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة. والآن دعونا نفكر في هذا السؤال ونجد إجابته. ماذا يحدث للإنسان إذا لم توجد في جسمه الصفات التي تساعده على التعرق؟ برأيكم ماذا يحدث للإنسان؟ رائعون، ترتفع درجة حرارته. أحسنتم. هيا أحبائي الطلبة، نقوم بمراجعة ما تعلمناه في هذا الدرس.
ما الحيوان الذي ذكرناه في هذا الدرس؟ أحسنتم، إنه الفقمة. يا ترى ماذا يغطي جسم الفقمة؟ نعم، طبقة دهنية. ماذا تفيد الطبقة الدهنية الفقمة؟ أحسنتم، للقدرة على العيش في بيئته، حيث تعيش الفقمة في المناطق القطبية شديدة البرودة، فيغطي جسمها طبقة دهنية تحميها من برد الشديد في البيئة التي تعيش فيها. وتكلمنا أيضاً عن الإنسان، أتذكرون الخباز؟ ماذا كان يتصبب منه؟ أحسنتم، العرق، فتعرفنا على مفهوم التعرق. ماذا يفيد التعرق؟ ماذا يفيدنا التعرق؟ أحسنتم، للقدرة على العيش، وهي المحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة، حيث درجة حرارة الإنسان السليم، الجسم السليم، 37. فالتعرق يحافظ على بقاء درجة حرارة الجسم ثابتة باختلاف الظروف. والآن أحبائي الطلبة، دعونا نستذكر. الحيوانات التي ذكرناها في هذا الدرس هي الفقمة، وهي كائنات حية. ما هي الصفة التي تعلمناها عن الفقمة؟ ما هي الخاصية التي تعلمناها عن الفقمة في هذا اليوم؟ أحسنتم، أنه يغطي جسمها طبقة دهنية تحميها من برد الشديد في المنطقة القطبية لتستطيع العيش في بيئتها. الآن أحبائي الطلبة، بعدما تعرفنا على الفقمة وكيف تكيفت واستطاعت العيش في المنطقة القطبية بسبب وجود طبقة دهنية سميكة تغطي جسمها وتحميها من البرد الشديد في بيئتها، وأيضا تعرفنا على أن الإنسان عندما ترتفع درجة حرارة المكان الذي يكون فيه يؤدي إلى تصبب العرق منه، حيث أن العرق يساعد على بقاء درجة حرارة الجسم ثابتة باختلاف الظروف، وهذا ما نسميه التكيف. إذن تعريف التكيف هو قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته لوجود صفات خاصة في جسمه. تأملوا معي التعريف الذي قرأته لكم. قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته مثل الفقمة والإنسان. الفقمة يوجد فيها لها صفة خاصة، وهي أنها تغطي جسمها طبقة دهنية سميكة تحميها من برد المناطق القطبية، وتستطيع العيش في المناطق شديدة البرودة. وكذلك الإنسان لديه صفة خاصة به، وهي التعرق، للمحافظة على درجة حرارة الجسم باختلاف الظروف. إذن تعريف التكيف هو قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته لوجود صفات خاصة في جسمه.